بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذا الصباح المستمر معكم حتى العاشرة من صباح اليوم، وأولى حواراتنا عن تنشيط السياحة في مصر. طبعا ما يخفاش على أي أحد فينا أن النشاط السياحي تأثر تأثير كبير جدا بعد ثورة 25 يناير، وما زال متأثرا حتى الآن، لم يعد إلى معدلاته الطبيعية. أسئلة كتيرة وحاجات كتير قوي إحنا كلنا بنسأل عنها، إمتى يرجع النشاط السياحي وامتى مصر هترجع زي ما كانت قبل كده بتستقبل العديد والعديد من السياح من مختلف دول العالم. ده اللي هنناقشه النهارده مع الاستاذ ايهاب عبد العال امين صندوق غرفه شركات السياحه. اهلا بك يا فندم. صباح الخير يا استاذ ايهاب، يمكن التقينا قبل كده ويمكن كنت لسه بسال حضرتك الظروف اتحسنت ولا لسه معدلات السياحه زي ما هي؟ المؤشرات العامه بتقول لا، ما يعني قول لنا برضو انت في ضوء الحقائق الموجوده قدامكم يعني احنا فين؟ احنا في وضع مش حلو ابدا. طبعا اغلب الدول اصدرت قرار بالحظر الى مصر نتيجه ان هناك حظر تجول، ويعتبر زي احكام عرفيه او احكام عسكريه في تقديراتهم، يعني في تقديراتهم، فبالتالي بيعلن الحاله انه عدم ما فيش حاجة اسمها عدم السماح بالسفر، لكن تحذير من السفر. كلمة تحذير من السفر دي لها معاني كتير، انه لا يؤمن عليه خارج دولته لو حصل له اي حاجة، وده اهم موضوع، انه الدولة غير مسؤولة عن مواطنها لو حصل له اي حادث. فبالتالي منظمي الرحلات اللي في الخارج وهم بيبصوا للموضوع بنظرة اقتصادية اكتر، بيبتدي يوقف الطيارات لمصر او يوقف وسائل النقل لمصر، ويوقف كافة العقود مع الفنادق او الفنادق العايمة او الفنادق اللي موجودة في القاهرة. فهو ده الموضوع. انت تفتكر لو بعد انتهاء فترة حظر التجوال المقررة يمكن شهر او يزيد شوية، يعني ممكن المعدلات تتغير او يكون في توجه جديد، ولا هي الاحوال السياسية العامة في مصر مؤثرة بشكل كبير على الحركة السياحية داخليا وبالتالي خارجيا؟ انا مش عايز اقول انه يعني مش عايز اربط بين الحاجة اسمها احوال سياسية والحالة السياحية. انا اقول الاحوال الامنية، لانه نشاطنا مرتبط بالامن والاستقرار بالنسبة للسائح اللي جاي من الخارج. هو كان بالفعل انه يوم 15 او 16/9 على ما اتذكر كان هناك بعض الدول هترفع الحظر وتبتدي تستأنف رحلاتها، وكانت انجلترا تحديدا قالت احنا مش هنحظر بس مواطنينا يروحوا منطقتين فقط، شرم والغردقة، بشريطة عدم الخروج من الفنادق. الكلمة دي لما تعلن بتخلي الدرجة رايح يتفسح، مش رايح يقدم، مش رايح يشتغل. انا حددت اقامته فهو بتخلي يعني طب ما هو بلاش. فخلينا نبقى على ارض الواقع، يعني احنا دايما نقول الدنيا بخير وكده، لا الامور مش بالبساطة دي، لان الموضوع مرتبط بعملية تجارية كبيرة جدا. منظم الرحلات اللي في الخارج ده عشان ياخد القرار لازم ياخد القرار قبلها بسنة، عشان يعمل تنسيق مع شركات الطيران اللي هتنقل الراكب، ينسق في حملة الدعاية اللي بتبقى كبيرة جدا ومكلفة جدا في الخارج، ينسق مع الفنادق هنا، ينسق مع وسائل النقل. فانت لو عندك مشكلة فبيشيلك زي ما بيقولوا كده من الخريطة السنة دي، ويسيب السايح طبقا لطلبه، يجي بقى زي حالات فردية او منظمي الرحلات بتبتدي تاخد مخاطرات عشان تقوم بعملية التنظيم، وبتشرط شروط على الجامد المصري او الجهة الاخرى المتعاقدة معها انه في حالة حدوث اي شيء انا هقطع مباشرة وهاجي اشيل ركابي وهمشي. فهو من الاول بيفكر ما يشتغلش من اساسه مع الدولة دي. طبعا موضوع انه الحراك اللي كان موجود ورابع العدوية والنهضة والمظاهرات، انا شايف انه ده يعني كان تأثيره مش قوي قوي، لكن ما حدث يوم الخميس والرجوع بقى للسياق للاسلوب القديم اللي هو في الثمانينات والتسعينات، ده بالنسبة لهم مردوده أسوأ، لانه هيبتدي بقى يخاف وهو داخل المطار ينفجر وداخل محطة خاصة مترو. ان كان في يعني جنسيات اخرى غير المصريين اللي اصيبوا في بالظبط فندم. فاللي انا اقصده ممكن بقى بدل ما تبقى في شارع وتفخيخ لوزير، ممكن تبقى في مطار، في مول، في فندق سياحي، في باص، في يعني في منطقة عامة، فيبتدي بقى التخوف هنا اكتر. فاحنا يعني بنقول يا رب ان المرحلة الجاية انه يحصل تطور،
احنا بالنسبه لنا عندنا وزير ناشط جدا، لانه ابن المهنه اللي هو الوزير هشام جعزوع ويعمل في هذا المكان من الثمانينات، فالراجل بيحاول يشوف منفذ خروج من هذه الازمه بشكل او باخر، فهيبتدي يتحرك بقى ازاي. مش هنتحرك بس تحرك معارض، لا، هيروح يقابل بقى منظمي الرحلات الصغيرين مش الكبار، بحيث ان هو يستخدم السياح الفرادة. يعني هو الوزير اللي يروح ليه يا فندم؟ مش في مكاتب سياحية؟ بص حضرتك، موضوع التنشيط، في هيئة اسمها هيئة التنشيط. هيئة التنشيط دي هي اللي بتخاطب الدول الاخرى. تمام. الشركات بتسافر مع الوزير بس تحت مظلة هيئة التنشيط السياحي، عشان بيبقى في سياسات عامة يجب الالتزام بيها مع الدول الاخرى. لكن العلاقات التجارية بتبقى ما بين شركات السياحة المصرية وشركات السياحة الأجنبية. أنا بقول لحضرتك ده ليه بقى؟ لأن إحنا قاعدين في مصر عمالين تعبانين جدا إن ما فيش سياحة بشكل أو بآخر، وفي مكاتب سياحية بتاخد بالدولار مبالغ ضخمة جدا وما بيعملوش أي حاجة. لا بس هي مش متفق معايا، أنت شايف إن الوزارة شغالة بشكل، لا هي الوزارة بصراحة يعني أنا مش يعني بنحاز للوزارة، لكن فعلا هناك أفكار كويسة جدا، يعني خطوات هو الراجل بيحاول ياخدها. مثل بدون تغييرات لوجستية على الأرض، يعني أنت محتاج فرماطة بشكل كبير جدا للمكاتب السياحية تتلائم مع الحدث اللي موجود في مصر علشان الجهد يكون بشكل حقيقي. بالزبط. هو يمكن كل ما نحاول نقول إن إحنا إيه هنبدأ نشتغل وتبدأ الدنيا تهدى، يعني الأمور بتترجع في حاجة كده. أنت محتاجة فكر جديد متلائم مع المتغيرات بتاعت المرحلة. ما هو للأسف إحنا عدنا أكتر من 30 سنة الدنيا فلة وأمان وزي الفل، فالناس مش بتشتغل وما عندهاش تصور حتى لمواجهة الأزمات. بالزبط. لما جيت احتجت الكفاءات اللي موجودة المفروض أنا ملقتش، لأنه أصلا مش متمرس على إنه يتعامل مع المتغيرات اللي موجودة. هو في داخليا فعلا زي ما حضرتك بتقول، مكاتب التمثيل اللي موجودة في الدول ابتدت تغييرات جذرية فيها، واللجوء إلى ناس أهل مهنة أو ناس ممثلين جيدين لمصر في الخارج للتعامل مع هذه الأزمة. بس الأزمة دي أنا مش يعني ما هيش أزمة فنية أو تقنية واحد هتكلم عن السياحة، لا ده انت لازم تتكلم بشكل كويس بالظبط، بفكر مختلف، بفكر تصور مختلف. جديد، لان احنا بنشوف بعض الدول بيحصل فيها بعض العمليات المشابهه للي حصلت وبشكل قوي، ومع ذلك معدلات السياحه فيها يعني مرتفعه عننا ولا يمتلك جزء ولو صغير جدا من اللي احنا بنمتلكه في مصر من المقومات السياحيه. هقول لحضرتك موضوع لسه لم يعلن او اعلن، ما اعرفش اذا كان اعلن في الاعلام، انه سيتم التعاقد مع شركه بي ار كبيره جدا انترناشونال. ده صحيح. هتكلف هيئه التنشيط مبلغ كبير جدا، بس ده هيكون مردوده قوي جدا، لان الشركات دي بتوجه بتقدر تتحرك اكتر من سياسات بناء على اساليب علميه. بالظبط كده، يعني بيشتغل على يعني باسلوب مختلف، اسلوب علمي مختلف متلائم مع المتغيرات اللي موجوده عندك، وبيعرف يوصل الى المواطن الدوله، مش صاحب القرار السياسي او لا، بيوصل للمواطن الدولي. طيب استاذ ايهاب، يعني يمكن الخبر اللي ممكن نقول ان هو مفرح شويه بالرغم من عدم وصول السياحه لمعدلاتها الطبيعيه او المعدلات المأموله، يعني فوز مصر بمقعد في مجلس منظمه السياحه العالميه رغم الظروف اللي بتعيشها مصر حاليا. ده شيء كويس طبعا ممتاز، بس هو المقعد ده مش حكايه فوز، ده يعني ده امر واقع. مصر زي ما تفضل قال المفروض ان هو يعني احنا عندنا يعني كم التولز او الادوات اللي هي بتساعد على السياحه، عندنا تلت سياحه العالم في الاقصر وفي اسوان، عندنا في القاهره سياحه شاطئيه، فاحنا يجب احنا زي ما يكون الامم المتحده لازم يقول لنا مقعد دائم. بس احنا دايما عندنا مشكله انه اعدادنا مش زي باقي الدول المتميزه في السياحه، بس ده مش عيب في مصر. الدول المتميزه في السياحه مثلا زي فرنسا، زي ايطاليا، زي اسبانيا، الناس دي وسائل السفر بالنسبه لها متعدده، قطر، عربيه، طياره، مشي، عجله، ممكن تنقل من دوله لدوله. لكن احنا بالنسبه لنا طيران، وطيران على الاقل 5-6 ساعات، فالاعداد ما بتبقاش زي الاعداد مثلا بيروح يعني فرنسا مثلا بيخش لها 70 مليون. هل 70 مليون بيروحوا طيران؟ لا، بيروحوا 10-15 مليون والباقي بعربيه وبقطر من خلال دول اوروبا. يعني عشان هي الامور اللوجستيه بالنسبه لهم بالظبط سهله يعني. لكن احنا بالنسبه لنا لازم طيارات، وعشان تشغل خطوط طيران ده موضوع يعني كبير قوي ومش بسيط، وعشان مصر ما تقدرش تتحمله يجب ان يكون هناك شريك اجنبي يقوم بعمليه تمويل وتوفير خطوط طيران مثلا الغردقه او شرم او الاقصر واسوان. ده مش هياخد القرار الا في حاله وجود استقرار.
طيب استاذ ايهاب، يعني كان في زمان يعني قبل الثوره كان في قوافل سياحيه بتجوب الدول العربيه ودول العالم من اجل تعريف بالمقاصد السياحيه والمنتج السياحي المصري. يعني طبعا مش هقول لحضرتك ليه توقفت هذه القوافل، ولكن من ممكن التفكير في اعادتها مره اخرى، خاصه احنا في هذه الفتره في عز الاحتياج ليها. مين قال لحضرتك انها وقفت؟ دي زادت عن ما قبل الثوره، بس لا يوجد اعلان عنها بشكل. ما انا هقول لحضرتك بقى في نقطه، انا لما اعمل قافله ما اعلنش عنها في الجرايد المصريه، انا اعلن عنها في الجرايد، وده الفكر اللي احنا بنمشي. انا هطلع ايفنت اقول ان وزير السياحه وهيئه التنشيط وغرف فاشل الاتحاد موجودين مثلا في انجلترا لمحاوله تنشيط السياحه، اما اعلنه في الجرايد المصريه ما هو مردوده؟ لا، انا اعلنه في الجرايد اللي في انجلترا، اعلنه في الجرايد اللي في امريكا، وده الاتجاه اللي احنا شغالين فيه. الاعلام مطلوب، احنا ممكن نقدم تقارير للاعلام المصري ان احنا عملنا كذا او رحنا او قابلنا، لكن التفاصيل تبقى هناك بالضبط، علشان حتى الاعلام يكون في وسائل الاعلام يكون هناك مردود، يعني يكون في اعلام دايما واعلان عن القوافل دي وعن ان السياحه بدات ترجع لمعدلاتها الطبيعيه، ولكن بشكل يعني يمكن تدريجي مش بشكل زي ما احنا كنا متوقعين. بس حضرتك احنا هنلجا الى القنوات اللي هي الرسمية المصرية في الفترة الجاية، دي الفلسفة اللي احنا ماشيين بيها اللي هي بتتشاف برا، لكن ما روحش اعمل انا او في اعلام او في جريدة مكتوبة بالعربي اكتب انه هناك قافلة، طب مين هيقراها برا؟ انا هلجأ بالنسبة لنا في داخل مصر هنلجأ الى الاسلوب ده، ان احنا نشوف التلفزيونات اللي بتتشاف في الخارج من خلال الاجانب مش المصريين المقيمين في الخارج اللي بتتشاف برا، ده اللي يهمني، ما يهمنيش ان المصري يعرف ان في ايفنت موجود وان في رحلات هتنظم الى مصر وفي بس بالفعل انا زي ما قلت حضرتك بالعكس التحرك في خلال السنه الاخيره تحديدا، يعني انا شايف الراجل هشام زعزوع بقى هو وهيئه التنشيط واحنا كاتحاد وغرف مفيش تواجد في مصر، سفر كل 15 يوم لدوله مختلفه. خلينا نبقى واقعيين، مردودها ضعيف جدا، بس كويس ان احنا بنقول للعالم احنا لسه موجودين. معلش استحملوا معنا شويه. انا يمكن شفت تجربه في معرض انجلترا السنه اللي فاتت عجبتني جدا لتونس، تونس من الدول المتميزه سياحيا عندها مشاكل، والسنه اللي فاتت كانت مشاكلها اكتر مننا تحديدا. لقيت ثلاث بنات لابسين الزي التونسي ماسكين ورده وكاتبين يافطه ورا في الجناح التونسي مفيش شركات ولا بيع ولا اي حاجه، دونت فورجيت تونسيا، بيوزع ورد على الناس بس. طيب انا عايز اقول لحضرتك حسب معلوماتي وارجو ان سيادتك تصحح لي، ان في حتى في شرم وفي الغردقه معدلات الاشغال ضعيفه جدا، 30% 40% في اقصى تقدير، ممكن تكون 50% رغم النسبه دي ممكن تكون زياده شويه. احوال الاستثمارات في المجال السياحي طبعا مترددة جدا. طيب اذا كانت مترددة زي ما سيادتك بتقول، هل مفيش تفكير ان احنا نعمل ولو بشكل مؤقت فكرة تنشيط السياحة الداخلية، تقديم حوافز بشكل او اخر للمواطنين لانهم يشوفوا شرم الشيخ، يشوفوا الغردقة، يشوفوا بقية الاماكن السياحية الموجودة، حتى ده يكون بالتنسيق الوزارة واتحاد الغرب بشكل او اخر، يعني كنوع من الحركة حتى المصريين ما ينسوش اهمية السياحة بالنسبة لهم. يعني بالفعل ده حصل حضرتك، يمكن من شهر ونص جت فكره واحنا قاعدين مع معالي الوزير واتفقنا مع وزير الطيران، لانه طبعا في تكلفه ساعه الطيران اكيد، ما انا بتكلم يكون في منظومه متكامله، 500 جنيه او 1400 جنيه على ما اتذكر، واتفقنا مع وزير الطيران ان التذكره هتبقى ب 500 جنيه وبالفعل بقت على ارض الواقع، واسندنا كبدايه التجربه دي الى شركه قطاع اعمال عشان نضمن الشفافيه. ودعمناها وعملنا لها اتفاقات مع الفنادق، والفرد بقت تكلفته 1000 جنيه لمده 4 ليالي شامله تذكره الطياره لشرم والغردقه، وبيعلن عنها في الجرايد الرسميه. هي الشركه دي قطاع عام؟ قطاع اعمال مش قطاع عام. قطاع عام. وتم دعمها، احنا بنقول التجربه ناخدها الاول مع كيان كبير اللي هي شركه الكرنك. وكان في اقبال بقى؟ طبعا في، لانه 1000 جنيه حضرتك لو اسره متكونه من 4 أو 5 أفراد قبل كده عشان يروح الغردقه او شرم تذكره ب 1700 جنيه ادي 8-9000 جنيه تذكره للفرد الواحد. يعني انا بتكلم بقى واحد رب اسره عشان يطلع يروح شرم يدفع 10-15000 جنيه هيرفض طبعا.
لانه مش في قدرته او للمواطن الطبيعي. فلما حصل الدعم ده ودفعنا احنا لشركه مصر الطيران فرق ثمن التذكره عشان كل ده عشان بس الفنادق تفضل فاتحه وتقدر تدفع. طيب انا بس عايز اركز على النقطه دي تاني بشكل تاني. دلوقتي حضرتك بتقول لي ان تم الاتفاق وفي شركه مصريه يقدر اي مواطن انه يسافر من خلالها ثمن التذكره واربع ايام في شرم الشيخ او الغردقه ب 1000 جنيه. مستمر الفكره مستمره يعني ما زالت موجوده؟ شغاله يا فندم شغاله بالفعل وهتتوسع. بس احنا قلنا نشوف كنموذج نشوف رد وبعد كده هنعممها على كافه الشركات ومنظمي الرحلات. طيب يعني ده هيفضل على طول كده بنفس الاسعار ولا لما السياحه ترجع بقى نرجع بصي بقى لا بصي احنا النظر هيختلف حضرتك بعد كده لانه احنا يجب ان يكون عندنا دروس مستفاده. امريكا السياحه فيها 200 مليون منهم جايين من الخارج 30 او 40 مليون و160 مليون داخل امريكا الولايات المتحده. هو مش لازم انا ابيع المنتج للخارج. طب ما هو المواطن المصري بيدفع وبيعمل تبادل تجاري وبياكل وبيشرب وبينزل بحر ويشوف اثار وكده. فيعني بلاش نعتبرها انها ايه طوق الانقاذ بالنسبه للسياحه. لا لازم نعملها نحترمها كقطاع مستقل. طب تقييم التجربه يا فندم حضرتك قلت لي من شهر ونص تقييم التجربه كانت بالنسبه لكم ايه؟ ماشي كويس. الفنادق على الاقل الفنادق بس حضرتك الفندق ده في يعني الله يكون في عون مستثمرين في قطاع الفنادق عنده رواتب عنده صيانه عنده كهرباء عنده ميه عنده نور. النهارده حضرتك لو زي ما حضرتك تفضلت قلت شرم والغردقه تحزن لو رحت هتلاقي 70% او 60% شات داون. الناس اللي موجوده فيها دي بتاكل ازاي؟ هو كل البازارات اللي في الغردقه يعني نقدر نقول ان 60% منها قافله. ما هو بازار بس ده محل تخيل بقى فندق بس دي محلات برضو ما هي دي بتعيش وعنده عماله بس وعنده عماله الاساسيات مش موجوده يعني معظم المحلات اللي هيفتح ليه؟ هيفتح الشركات نفسها لو ليها فروع وحساب موظفين يوم يروح ارجع بلدك وخد 50% من الراتب لغايه لما الدنيا تتحسن نبتدي نفتح تاني. اذا اتفق معايا لا اذا اتفق معاه ما مشهوش يعني ما مشهوش من اساسه لانه هجيب له منين؟ هيستحمله سنه بس مش خلينا واقعيين. فالوضع في الاستثمارات في قطاع الفنادق انهيار تام انهيار تام. فالفكره اللي احنا بنقول لحضرتك تفضلت تقولها لا مش هتبقى تجربه مؤقته حتى لو رجعت السياحه ده يعني مهم جدا بقى. القطاع بقى كله مثلا اشتغل اجانب 80% واشتغل مصريين وتحمل بس هو بتبقى فيه مشكله ثقافه المواطن المصري في التعامل مع الفنادق وكده ممكن بيحصل بعض مشاكل ما بينه وما بين الاجانب او الاجانب بيقول لك انا مش عايز اخش فندق فيه عرب او مصريين لاختلاف الطباع. فطبعا دي لازم هنبتدي نعمل حملات انه برضو عن طريق الاعلام انه يعني انت لازم تحافظ على المكان تحافظ على المقصد السياحي تحافظ على البحر تحافظ على المحميات البحريه عشان الاجنبي هي شويه شويه يعني لما نبتدي يروحوا فيها يروح مره واثنين بس يختلف بيتعاملوا ازاي صدقني هتختلف. يعني كان في هناك تجربه السنه دي تحديدا في الفنادق العايمه كان قبل كده ما حدش يقدر يخش الفنادق العايمه لانها مكلفه وبالنسبه للاجانب بس. في نص السنه اشتغلت واشتغلت مصريين فرجعنا الملاك هل مثلا اتلفوا الفندق هل اساءوا استخدامه لقوا ان الناس كانت راقيه جدا بل ارقى من الاوروبيين يعني الاوروبيين عناف بقوا دلوقتي يعني بيستخدموا الفنادق باسلوب مش كويس. لا المصريين اللي كانوا موجودين في اجازه السنه كانوا خايفين على ممتلكاتهم يعني على حاجتهم لا كمستهلك حضرتك كسائح بس يعني هو برضو بيحافظ عليها بالظبط يعني الوضع الثقافه اختلفت بس برضو هننميها عشان نحافظ على شريحه ال 20 او 30% دي مستمر على طول. النوعيه برضو يعني حضرتك بص للنوعيه اللي بتسافر الاماكن دي غير اللي بيسافروا اماكن ثانيه فيعني اكيد طبعا تختلف يعني. سؤال اخير قبل ما نختم بقى فضل يعني حضرتك شايف المستقبل ازاي؟ في امل يعني ان الدنيا تتحرك في مجال السياحه؟ بص طول ما احنا عايشين هناك اكيد ما احنا يعني الحياه هي قائمه على الامل بشكل او باخر. في خطه معموله الخطه اللي في المرحله على الشورت ران لازم قلت لحضرتك شركه البي ار دي اللي هتبدا عملها من المرحله الجايه هناك قوافل زي ما الاستاذه تفضلت وقالت هتبتدي تتحرك الى المناطق السخنه اللي هي فيها يعني حظر او فيها شبه يعني تحذير او قصد الوقفه عن مصر هنتحرك فيها. المعارض على فكره الدوليه هتبتدي اللي هي بدايه من انجلترا اللي هي في شهر 10 او تحديدا في اول 11 هيبقى لنا شكل جديد فيها.
زي ما انا شرحت لك موضوع تونس ده مش شرط ان يبقى تعاملات تجاريه، لا نبقى نظهر ان احنا شعب راقي واحنا كويسين ومتماسكين. تغيير الصوره الذهنيه، الصوره الذهنيه للمواطن. هناخد بعض شخصيات عامه، سواء شخصيات عامه لاقناع الناس ولها صوت بره، وبرضو شخصيات اسلاميه من الناس المحترمه اللي يوري ان مصر مش هي بالمنظر اللي بيظهر عندهم في الخارج بالصوره المش حلوه دي. هناخد وريهم ان الاسلام ده دين سامح ومفيش حاجه، لان اللي واصل لهم دلوقتي ان الناس دي بتقتل في الناس في الشوارع. ده صحيح. شرفتنا يا فندم، انا بشكرك واتمنى للسياحه المصريه ولحضراتكم كل التوفيق. بشكرك على الاستاذ ايهاب عبد العال، امين صندوق غرفه شركات السياحه. صباح الخير مره ثانيه. صباح النور.